بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن التزامن او سنكرونايزيشن، ان احنا كلنا يبقى شغالين على نفس الملف. لو احنا شغالين في الكاد وحد جه يفتح الملف هيقول لا اريد اونلي، كل واحد شغال على اللوحه ومنفصل عن الثانيه. طبعا في الكاد الموضوع ده كله عيوب، مفيش مزايا. ليه؟ انا دلوقتي مثلا شغال في تكييف، بشايف شغل معماري، التعديلات بتاعت المعماري ما بتظهرش معايا غير فين وفين، لما هو يبعت لي يقول ده انا عدلت كذا. ما بحسش بالشغل اللي هو بيعمله. تمام، لو انا عدلت حاجه هو ما يحسش بيها، يعني انا كتكييف عدلت حاجه هو مش هيحس بيها، الكهرباء مش هيحس بشغل التكييف، التكييف مش هيحس بشغل الكهرباء. موضوع اللينك ما بيحلش الموضوع ده 100%. ماشي. الحاجه التانية ان دلوقتي انا عندي كذا دور، فلو كل دور انا مثلا عملت مثلا رايزر، فالرايزر دي حركتها يمين او شمال بقيه الادوار ما بتاثرش بيها، لو في سيكشن ما بيتأثرش بيها. فاحنا عندنا في الريفت كلنا شغالين على نفس الملف، والملف ده كله معمول كله داخل بيشتغل عليه، وفي تزامن بيننا وبين بعض، بحيث ان احنا ايه بنعمل سنكرونايزيشن، بحيث كلنا نشوف شغل بعض وكلنا نشوف اخر التعديلات حصلت ازاي، وفي نفس الوقت ما حدش يقدر يعدل على شغل زميله. يعني بتاع الكهرباء ما يقدرش يعدل على التكييف، التكييف ما يقدرش يعدل على الكهرباء. تمام. طيب ازاي بقى نعمل الموضوع دوت؟ اول حاجه لازم اهيئ الملف، يعني اقول للملف ده ان انا هعمل حاجه اسمها ورك سيت. تمام، فباجي كده من حاجه هنا اسمها كولبريت. تمام، واقول له ايه ورك سيت. ورك سيت يعني ايه؟ ده حاجه عامله زي حساب في البنك، بخصص حساب في البنك، بقول مثلا في حساب في البنك مثلا اسمه اتش فيك، ده احط فيه شغل للدكتور. تمام، يبقى كده محدش هيقدر، واقول ان الاتش فيك دي بتاعت عمر، محدش يقدر يعدل فيها غير عمر. تمام، بعمل مثلا كذا ورك سيت لكل حاجه في المشروع. تمام، بس مش معنى ان اسمها اتش فيك ان انا ما اقدرش احط فيها كهرباء، لا اقدر احط فيها كهرباء. تمام، اللي هو اسم بس. طب ليه ما ربطهاش ببعض؟ لان انا ممكن اعمل واحده اتش فيك 1 للدور الاولاني، تكييف الدور الاولاني، اتش فيك 2 لتكييف الدور الثاني. هنشوف الموضوع ده مع بعض، يعني هو لسه فكره هلاميه بس بالتطبيق والشغل هيبدا يظهر معايا الشغل نفسه. تمام، فبلاقي اول ما بقول له ورك سيت، يعني انا جيت هنا من كولبريت قلت له ورك سيت. تمام، قال لي حاجه، قال لي انت دلوقتي هتشغل الورك شيرنج، الورك شيرنج هتبدا تشغل، تخلي المشروع ده كذا واحد يشتغلوا عليه. فبقول له اه ماشي مفيش مشكله. بيقول لي خلاص انا هبدا اعمل ورك سيت، بس في حاجات اصلا مرسومه اعمل فيها ايه. انا هحط الليفل والجريد على ورك سيت اسمها شيرد ليفلز اند جريد، يعني اي ليفل واي جريد موجوده في المشروع هيحط له حساب في البنك او ورك سيت اسمها شيرد ليفلز اند جريد. طيب وبقيت الشغل كله مش هيقدر يفصل الحاجات لوحديها، اسمي دي ايه واسمي دي ايه، هحطهم كلهم على ورك سيت 1، وبعد كده ابدا انا بقى احط كل شغل انا عايزه. تمام، فبقول له اوكي. بيبدا يحول الملف ده لملف سنترال، ملف سنترال يعني الملف الاساسي اللي موجود على الشبكه اللي الناس كلها تبدا تشتغل عليه. ماشي، يعني تاني السنكرونايزيشن اللي هو موضوع التزامن ده، ان احنا كلنا شغالين في نفس الوقت وفي ملف سنترال موجود ماشي على الشبكه. اه، فكرته ايه بقى؟ فكرته ايه بقى؟ انا لما اجي افتح الملف السنترال الموجود على الشبكه هاخد نسخه كوبي منه واحطها عندي في الهارد، هو اوتوماتيك اول ما افتح الملف اقول له اوبن بياخد نسخه اسمها لوكال واحطها عندي على الهارد، وابدا اشغل ملف اللوكال دوت. وانا بدوس سيف، مش هدوس سيف بقى، هدوس زرار اسمه سنكرونايزيشن. بيعمل ايه؟ بيعمل ثلاث حاجات، بيسيف على ملف اللوكال ويبعت الشغل للملف السنترال، وبياخد شغل للناس سيفاته من السنترال اللي يجيبه عندي في اللوكال. يعني انا دلوقتي شغال ورسمت مثلا اربع حيطان وعملت سنكرونايزيشن، هيعمل ايه؟ هيسيف على اللوكال بتاعي ويروح بعت الاربع حيطان دول في ملف السنترال، ويشوف ملف السنترال اللي مثلا بتاع الانشائي رسم شويه كاميرات وعواميد يجيبهم ويحطهم عندي، الاقي العواميد والكاميرات مختلفين مع الحيطان فابدا اتخانق معاهم، يبقى عندي في اللوكال، وانا ابدا اكمل شغل في اللوكال، وكل شويه سيف اعمل سنكرونايزيشن، فيروح سيف على اللوكال ويبعت شغلي ويجيب لي. اه، يعمل ثلاث حاجات، سيف على اللوكال وياخد شغلي يبعته للملف السنترال، وملف السنتر اللي ياخده ويجيبه عندي. تمام، والتاني بقى لما يجي سيف يعمل سنكرونايزيشن راح واخد اخر شغل انا عملته. مثلا انا بشتغل فايل، مثلا بشتغل لايسنس، بشتغل مكيف، ماشي. ليه انا حاطط حاجه
كان في جريلة سبلاير بتاعت تكييف، تمام، هنا ايه اللي هيحصل لما يجي سايب مثلا عامل سنكرونيزيشن مثلا مفيش حاجه خالص. انت هتلاقي عندك الاتنين فوق بعض، الاثنين فوق بعض؟ اه، فانت بقى تروح عامل ايه، واحد فيكم يفيح، يا اما تزيح شغلك، يا اما تبعت له تقول له البلوكه دي او الفاميلي دي او الشغل التكييف عايزه ترحل. هيظهر عنده هو في اللوكر بتاعه ان انا حاطط هنا، وهو لما يسيب هيظهر عندي في اللوكر بتاعي ان هو حاطط هنا، ما لقيتناش انا اهو. وانا في الاخر خالص لو انا ما خدتش بالي منها، باجي من الكولبريت بقول له انترفيس الشيك، تمام، يروح قايل لي فين الاربع حاجات اللي فيهم مشاكل، ابدا بقى ازيح دي هنا ازيح دي هنا لحد ما ايه، نحل التعارض اللي موجود في المشروع. مش مشكله، هو ان شاء الله ما كنتش هنجح، تمام. فاول ما بقول له ورك سيت بتظهر معايا الشاشه ديت، تمام. طيب انا لما اجي ابص كده بلاقي ده اهي شيرد اند ليفل، دي اللي بلاقي فيها الليفلات. ورك سيت 1 ديت اللي بلاقي فيها بقيه المشاريع، يعني لو انا دوست، انا دوست اوكي، تمام، ولو جيت دخلت مثلا على اي ملف منهم، دخلت مثلا على ليفل 1، تمام، وجيت عملت سيلكت على الليفل، على الجريد ده مثلا، وجيت دخلت على الخصائص بتاعته، هلاقي ان الورك سيت بتاعته ده انا ستيشن. طيب خلينا نقف على الجريد، جريد الورك سيت بتاعته اسمها شيرد ليفل، تمام. المفروض بقى شيرد ليفل اللي مالكها مثلا اسمه عمر، فلو جه اي حد تاني يشتغل عليها يقول لا دي اللي مع عمر. خلينا مثلا شغالين في مشروع حقيقي، والمعماري بعد ما رسم الجريد والحاجات دي بتاع الكهرباء من غير ما ياخد باله زحى او جه يلغيها، يروح قال له لا ده دي مش معاك، ده دي مع فلان لازم تستلم منه. فطبعا انا شغال ولا واحد بيهد شغلي، ده انا اروح اهدي المكتب في دماغه يعني، انت تمام. فدي بلاقي هنا كده ايه اسامي الورك سيت اللي عندي. طب عايز اعمل ورك سيت جديد، هقول له نيو واقول له ايه لو كارنت. مش معنى ان انا سميتها لو كارنت ان لو كارنت بس اللي اتحط فيها، لا، ممكن اي حاجه تتحط. خلينا انا نعتبر حساب في البنك، محدش يقدر ياخد فلوس غير لما انا اقول له، بس يقدر يرسم حاجه غلط عندي. يعني مثلا خلي مثلا بتاع التكييف جه رسم عندي في الورك سيت اسمها لو كارنت، هو اللي رسمها، هو كده حطها في حسابي، حب يرجعها تاني ياخدها ليه ويشتغل عليها، يقول له لا انت حاططها عند اللو كارنت، لازم تشوف اللو كارنت سحبها مين واستلزم منه. ما اقدرش يعدل، ما اقدرش يغير في حاجه فيها. انا ممكن اقول له نيو كمان واقول له ده مثلا اتش فيك، تمام، واقول له ايه اوكي، اقول له اعمل له واحد تاني نسميه مثلا لايتنج اي، تمام، اوكي. كده بقى عندي كذا ايه، كذا ورك سيت، تمام. اقول له ايه اوكي، انا نرجع للكومنت دي تاني نشرحها بالتفصيل، نشوف بس ايه اللي هيحصل. طيب الملف ده عايز اخليه سنترال، تمام. هاجي هنا بقول له سيف از بروجكت سنتر، بقول له فايل سيف از بروجكت طيب انا عايز اقول له سنتر، هقول له اوبشن، ادخل في الاوبشن هنا، ولازم العلامه دي تبقى متعلمه اللي هي ميك ذيس ا سنترال موديل افتر سيف. يعني ايه؟ يعني بعد ما تسيف الملف دوت خليه سنترال، خلي ده ملف سنترال اللي كل الناس تشتغل عليه، تمام. ماكسمايز باك اب، يعني عايز منه كام باك اب. باك اب ده بيفيد قوي لو انت حصل عندك مشكله تقدر تسترجع الملفات زي ما انت عايز، تمام. فاقول له اوكي، هبدا سيف المشروع دوت، اقول له مثلا سيفه لي على الديسك توب، ماشي خلاص ده سيف. بقى عندي مشروع موجود نقدر كلنا نشتغل عليه، الشركه كلها احط على سنتر ده كده احطه مثلا على السيرفر، وكل الناس تبدا تخش تفتحه وتبدا تشتغل عليه، تمام. طيب لو جيت اقفل الملف دوت، هو كل ده بسبب من ضمن المزايا في 2014 ان حط القايم مع بعض، يعني لو انت عندك كذا قايمه بتخليهم مع بعض وتبدل بينهم، فبيديك مساحه حلوه وفي نفس الوقت التنقل بينها بيبقى اسهل. تمام، هبدأ بقى ايه اقفل المشروع، ما ينفعش اشتغل عليه دلوقتي،
لان كده فتح سنتر، هقفله الاول. وبعد كده هقول له ايه اوبن. لما اجي افتحه بقى هقول له اعمل لي نسخه لوكال من ملف السنترال دوت. لا لا هنكمل. تمام، هقول له بس ايه اوبن، وادور على الملف اللي انا سايفه اللي هو الملف دوت. تمام اهو سنتر. لما باجي اقول له هنا بلاقي فيه 3 اختيارات موجودين عندي هنا. تمام، اهم اختيار اللي هما الاثنين دول، ورك شيرنج ديتاتش وكرييت نيو لوكال. ديتاتش يعني فاكر لما بنعمل بايند في الريفت، هو انا برضو بيعمل بايند في الكيت في هناك كان اسمها بايند، هنا اسمها ديتاتش. يعني بفتح نسخه، هي مش زي بايند بس انا بحاول اقرب منها. هي الفكره ايه؟ ان انا هفتح المشروع دوت بس النسخه اللي هفتحها منفصله تماما عن نسخه السنترال. ديتاتش يعني لو انا عايز نسخه احتفظ بيها للشغل اللي وصلنا له في شهر فبراير اخدها احطها على جنب. تمام، بحيث مثلا حاجه للذكرى مثلا او حاجه احتياطي، يعني بعد ما عملنا الشغل كله قال لك لا ده احنا هنعدل التعديلات الجذريه في المشروع كله، فانا بقول ايه احتمال نرجع للنسخه اللي احنا وصلنا لها، فباخدها عملها ديتاتش على جنب واحتفظ بيها. ومثلا ممكن اكون مثلا عايز ابعتها لحد، تمام، فهقول له ديتاتش واروح باعتها، ممكن اعملها ديتاتش كده. انا بعمل ملف عادي منفصل خالص عن ملف السنتر ده لما ايه احب اعمل ديتاتش. ملف كريت نيو لوكال ده اللي مهم بالنسبه لي، اللي هو ايه ان انا هعمل نسخه لوكال بالملف دوت. يبقى هنا عندي ملف سنترال على السيرفر وعندي نسخه كريت نيو لوكال عند الجهاز بتاعي. تمام، طيب يودت دي مش مهمه، يودت ده لو في حاجات بسيطه فيها مشاكل بيبدا يحلها. دي بنستخدمها مثلا مره في الشهر، عباره عن ايه؟ لو انا رسمت ضغط ولغيت الضغط، رسمت كيبل تري ولغيت الكيبل تري، هو مبقاش موجود في المشروع بس في الرامات في الذاكره لسه ليه مكان متاخد حاجه او حاجه زي كده، فانت ما بتحسش بيها. يعني خليك فتحت ملف وورد وكتبت شويه كلام وبعد كده مسحت الكلام دوت. تمام، فالكلام مبقاش موجود مش ظاهر قدامك بس برضه هو واخد جزء من الذاكره. ايوه حاجه زي البرج كده. تمام، بس خلي بالك البرج في الريفت ما استعملوش خالص غير لما تكون بتسلم مشروع، لان البرج بيلغي لك الفاميلي اللي انت ما استخدمتهاش ممكن تكون انت محتاجها، ولو في فاميلي فيها كذا طيب بيلغي كل الطيبات ويخلي الطيب اللي انت استخدمته بس، فما تعملش موضوع البرج ده خالص. هقول له كريت نيو لوكال، هيعمل ايه؟ هيفتح لي الملف دوت بس ايه هيخلي لي فيه نسخه لوكال عندي على الجهاز وفي نسخه مع موجود على السيرفر اللي هي النسخة اللي هي ايه السنتر. تمام، فيبقى كده انا عندي نسختين، انا شغلي كله على اللوكال. بس لما اقول له سنكولايزيشن، سنكولايزيشن اللي هو الزرار دوت اللي هو جنب سيف، اول ما اقول له سنكولايزيشن هياخد شغل ويوديه على هناك. ايه تمام. طيب لو جينا نبص كده المشروع، انا دلوقتي لو رسمت حاجه، رسمت كيبل تري، هبقى رسمته على انهي ورك سيت؟ حسب دي، حسب دي. يعني انا دلوقتي مثلا لو واقف على اللايتنج ورسمت اي حاجه تبقى موجوده على اللايتنج. يعني خلينا نرسم مثلا حيطه، ايوه انا واقف على اللايتنج رسمت حيطه. فالحيطه دي لو انا بصيت كده على الخصائص بتاعتها اللي هي محطوطه على ايه؟ محطوطه على اللايتنج. مين اللي مالكها؟ واحد اسمه عمر. يبقى انا من حقي ان انا اعدل فيها. طيب تعالى نفترض ان انا عندي 2 يوزر. طبعا الجهاز طبعا هي جاب اخره بس خلينا نفترض ان انا عندي 2 يوزر. تمام، نفتح يوزر كمان. طيب دلوقتي انا دلوقتي فتحت ريفت تاني، هعمل ايه؟ هغير اليوزر على اساس يقدر يفتح الملف ويبدأ يغير فيه. خلي ده مثلا محمود، محمود. تمام، هقول له ايه اوكي. طيب محمود هيبدأ يفتح الملف ده، هقول له اوبن. خلي بالك ده الملف السنترال وده الملف اللوكال. ملف اللوكال بتلاقي كلمة اندرسكور واسم اليوزر. تمام، ده بيبقى اسم المشروع بس، ما ينفعش اجي هنا واروح دايس عليه مرة واحدة. تمام، لا لازم ايه اجي هنا اوبن واقول له افتح لي الملف دوت. اعتقد لا مش هو ده اللي احنا كنا عاملينه، ده كان مشروع تاني.
ديسكتوب اللي هو دوت ملف السنترال، هعرف منين هو ملف سنتر ان هو جالي كرييت نيو لوكال، هقول له اوبن. كده بقى في اتنين فاتحين نفس المشروع، ما فيهوش حاجه اسمها ريد اونلي. تمام. طيب تعالى نرجع لعمر على ما محمود يفتح. تمام. طيب الملف اللوكال موجود فين؟ لو انا جيت اوبشن هنا وقلت له فايل لوكيشن، بلاقي الامتداد دوت في يوزر عمر دوكيومنت. تمام. اجي هنا واقول له افتح لي الملف دوت. تمام. فبلاقي الملف اللي هو ايه اللوكال اهو، عمر اهو ومحمود اهو. تمام. خلينا فاتحين الموضوع ده عشان نرجع له تاني. تمام. تعال نروح لمحمود. تمام. طيب دلوقتي كده محمود فتح المشروع. طيب محمود هيقول له مثلا ان الليفل ده مثلا مش مكانه هنا صح، ده انا هزيحه فوق شويه. ايه اللي هيحصل؟ هو عايز يعدل في حاجه، قال له رساله، قال له العنصر اللي انت عايز تعدل فيه ده مش بتاعك، ده بتاع واحد اسمه عمر. تمام. لازم عمر يسلم المشروع ده، يرجعه تاني للملف السنترال ويعمل له يسيبه. تمام. يسيب الحاجه اللي ديت يديها لك. فبقول له بريس ريكويست. كده انا ببعت ريكويست لعمر، بقول له انا عايز الملف دوت. طب تعال نروح لعمر. اول ما تاني بيبعت لي ريكويست، في نفس اللحظه بيظهر لي الطلب ده، بيقول لي في المشروع اللي اسمه كذا عنصر اسمه جريد موجود على الورك سيت اسمها شيرد اند جريد، ريكويست باي محمود اللي بعتها اسمه محمود. المسج في واحد عايز يعدل الحاجه، في عايز ياخد صلاحيه، فانا مش عارف هو بيتكلم على ايه اللي هو بيتكلم على دي. بقول له شو. اي وريها لي شو تاني. بيقعد بقى يفتح لك اي فيو بحيث ان انت تشوفها كذا مره. تمام. يوريك في سيكشن، يوريك في سي دي زي ما لحد ما توصل فيها. لو انا موافق اقول له جرانت، لو انا مش موافق اقول له ديناي. لو انا موافق اقول له جرانت، جرانت يبقى موافق، ديناي رفض. تمام. فاجي هنا هيقول له هو اداك الصلاحيه، فالحركه اللي انا حركتها دي خلاص كده توافق عليها. خلاص كده الحركه اللي انا عملتها اصلا توافق عليها خلاص، كانت 3 متر بقت 63، بقى معايا العنصر ده اقدر اعدل فيه. دلوقتي انا بس اللي اقدر اعدل فيه، عمر ما قدرش يعدل فيه لان هو خلاص سابها لك. ما ينفعش اتنين يعدلوا نفس العنصر الا في حاله واحده، يكون العنصر ده محصول على ورك سيت مش بتاعت حد. خلينا ندخل كده في الورك سيت ونشوف النقطه دي. لو انا جيت هنا اللايتنج دي انا مش عايزها، هقول له ايه نون اديتبل. تمام. بيقول لي انت في حاجه انت ماسكها فانت بقيت برور ليا، برور يعني انا مستلف. تمام. اللايتنج ما بقاش لها مالك، يبقى اي حد يقدر يعدل اي حاجه في اللايتنج. تمام. اوكي. تمام. طيب لو انا جيت اعمل سنكرونايزيشن، اول سطر ده بيقول لي انت تعمل سنكرونايزيشن على ايه؟ على الملف اللي اسمه سي يوزر عمر ديسكتوب، ده الملف اللي هعمل فيه سنكرونايزيشن. تمام. كومباكت سنترال موديل بيضغط لي الملف بس بيبقى بطيء، فانا مش عايز يضغطه، ده هو اصلا كفايه التقل بتاعه فما بعلمش عليه. هنا لو انا مستلف اي حاجه من حد والعلامه موجوده خلاص بسيبها. يعني لو انا مستلف مثلا element من حد وفي علامة صح يبقى اسيب الحاجه اللي انا مستلفها. طب لو شلت العلامه يبقى الحاجه تفضل معايا. تاني يعني انا دلوقتي بعمل سنكرونايزيشن وانا كنت مستلف شويه عناصر وعدلتهم خلاص. تمام. لو في علامة صح، انا علمت علامة صح، يبقى الحاجات دي انا هسيبها خلاص. طب انا مش عايز اسيبها وعايز احتفظ بيها، برش العلامة الصح. انا عن نفسي على طول لما بوقف حاجة ما برجعهاش. سلف تلف ورد خسارة. اقول يمكن عاوزها تاني، لسه هبعت له ريكويست ويقعد هنا بقول له سيف لوكال فايل. يعني لما تيجي تعمل سيكولايزيشن سيف على ملف اللوكال، او انت بتعمل وانت بتسيف في السنترال سيف في ملف اللوكال. اوكي خلاص كده بيعمل سيكولايزيشن وبيسيب الورك سيت ديت. تمام. يعني لو انا جيت هنا جاب لي رساله بيقول لي ان فحت انا شغال، اهي اللايتنج ما بقاش حد ماسكها، انا همسك انا الحته انا مسكتها. تمام. هنا محمود بقى موجود ايه، انا قبل كده كنا استلفت الجريد فبقيت هنا في البرور بتاعتها. طب لو في ورك سيت مثلا معينه انا مش عايز تبقى مفتوحه في المشروع، ممكن اروح اقفلها، اقول له كلوز، تبقى مقفوله معايا مقفوله في المشروع. في بعض الحاجات كده ساعات بقفلها بحيث لو انا مش عايز حد يشوفها،
يعني في مثلا ايه حاجات احنا عملناها وشايفين ان مثلا رسمنا اوض معينه، والاوض دي مش هنشتغل عليها في المرحله دي، هنشتغل عليها بعدين خالص، فبحطها على ورك ست معينه واروح ايه اخفيها، اقول له لا مش عايز تظهر في اي فيو. تمام. في مره وانا شغال لقيت كل شغل تكييف اختفى، اتعرف في حد في قسم الاقسام شال علامه من هنا، هو مش واخد باله ان التاثير ده مش على الفيو اللي انت واقف عليه، ده على المشروع كله، هو فاكر ليه بس، لا ده الكل. طيب تعال نشوف الجزء اللي تحت، ما تبقاش من هنا، تبقى من الفيو نفسه، يعني بدوس في في وادور على ورك ست تخفيها، بس الاخفاء ما بقاش من الفي في. يعني بص الفي في، بص له كده على السريع ونرجع اللي احنا كنا فيه. هنا بتلاقي ايه الحاجات اللي انت هتخفيها وتظهرها، يعني ممكن اخفي الحيطان، ممكن اخفي الابواب، ممكن اخفي الشاف بي. لو انت عايز تخفي الورك ست تيجي هنا تقول له ايه انفيزبل، مش عايزها تتشاف، هايد. تمام. بس الاخفاء والاظهار من الورك ست غلط. الاوتوديسك قلت لك ما تستخدمش في الاخفاء والاظهار. تعال نرجع بقى للموضوع بتاعنا اهو. هنا لو انت عايز تعمل حاجه جديد، ده لو عايز تلغي، لو عايز تعمل تغير الاسم، اوبن كلوز ايديتابل، يعني ميل لو انا عايز حاجه ابقى ايديتابل ليها، باجي هنا ادوس ايديتابل، خلاص بقى محمود هو الايديتابل ليها. طب لو جيت هنا وقلت له ايديتابل هيقول لي لا ده مع واحد تاني، لو سابها تاخدها. تمام. طيب تعال نبص ايه الحاجات الاربعه اللي تحت دول. لو انا شلت العلامه من دي جابها لي فاضي، يبقى دول كل واحده فيهم فيها شويه عناصر، لما بختارها العناصر بتظهر هنا. يعني اخترت يوزر كرييت بيجيب لي الورك ست. طب لو شلتها واخترت الفاميلي بيبدا يجيب لي الفاميلي بتاعت المشروع. تمام. انا في فاميلي بتاع مثلا الكارتن وول عايزها، هتدوس عليهم كده واقول له اديتور. لو مش مع حد هاخدهم، انا باخد الحاجات بتاعتي انا بس، ما باخدش كده واستخسر وخلاص، لا انا شغال الكهرباء اروح باخد الفاميلي بتاعت الكيبل تري، بحيث ما حدش يقدر يعدل فيها. يعدل فيها بمعنى ايه؟ ممكن واحد مثلا انا حاطط لوحه مفاتيح مثلا معينه، هو دخل عدل فيها سرق مفتاح بتاع، لا انا بروح ايه قافلها على طول. ماشي. يعني مثلا ايه في فاميلي معينه مشتركه بينا او كده، هو دخل حمل فاميلي تانية بنفس الاسم وعايز يحطها في قلب المشروع، يقول له لا ده الفاميلي دي مع فلان استاذن منه، فانت تقول له لا وريها لي الاول قبل ما اشوفها. في ساعات بعد الفاميلي بتبقى مشتركه بين الاقسام، زي ايه زي ال الترانزليت اللي هو بتاع التكييف. تمام. ده ساعات بيبقى في التكييف وساعات الكهرباء بيعتبروه تبعهم. تمام. يعني في بعض الحاجات تبقى مشتركه، هو ممكن يحملها يكون بنفس الاسم فيلغي لك الحاجه اللي انت عاملها، فالاصل ايه؟ او مثلا هو بيحمل حاجه غلط من غير ما ياخد باله من مشروع تاني فجت معاه الفاميلي ديت، فلا لازم يبعت لي ريكويست اشوف الحاجه دي انا عايزها ولا مش عايزها. تمام. انا بحكم نفسي، يعني بضمن نفسي بدل ما حد يبوظها لي باخد الفاميلي اللي انا عايزها. الفيوهات، يعني انا دلوقتي مثلا عندي ليفل واحد ده فيو، عندي السكاشن فيو، الاليفيجن فيو، الديتيل فيو، كل الحاجات دي بشوف ايه الحاجات اللي تبعنا واقول له دي اديتور، يبقى محدش يقدر يعدل فيها غير لما يبعت لي ريكويست. يعدل فيها بمعنى ايه؟ كلمات، او ممكن يكون في مثلا عايز اغير الاسم، ممكن يكون انا كاتب كتابات، الكتابات دي مش تبع اي ورك ست لان دي حاجات 2 دي. تمام. دي تبع ايه؟ تبع الفيو. لو الفيو تبعي يبقى محدش يقدر يعدل في ال 2D في الدايمنشن في الكتابات غير لما يبعت لي ريكوست. تمام كده. ايه ده الجزء دوت. طيب بيبقى لي حاجه، دي الحاجه اللي انا انهي جزء اللي انا شغال عليه. لو انا بصيت كده انا شغال على لايتنج، ودول مكتوب عليهم نون اديتور، دول مع ناس تانيين. تمام. في عندي حاجه اسمها جراي ان اكتف ورك ست جرافيكس، يعني الحاجه اللي مش تبعي مش على الورك ست بتاعتي خلاها بلون ايه باهت شويه. انا بصيت كده الحاجه اللي مش تبعي تاخد لون خفيف شويه. تمام. فاقول له ايه اوكي. طيب لا مش زي. تمام. طيب لو انا حركت دي كده قال لي ريكويست خلاص، طب انا هبعت ريكويست. تمام. طيب عمر وهو شغال ما خدش باله من الريكويست، والريكويست ده اختفى خلاص. اعرف منين بقى الريكويست جه فين؟ بص الزر ده بعت لي اديت الريكويست، بلاقي فيه الريكويستات اللي جات لي. اه ده جالي ريكوست من واحد اسمه محمود. طيب اعمل فيه ايه؟ اقول له شو فوريني انا حاجه فيها اللي فيها مشكله دوت، فبقول له مثلا ايه ديناي مش قابل، فيقول له لا ده عمر ما بيشتغلك وكده، فخلاص اه فالحركه اللي هو حركها اتلغت كان لم تكن. تمام. فبقول له ايه كانسل خلاص الحاجه ترجع زي ما كانت. هو
مثلا مضطر وعايز يحرك هيجي لك لغايه عندك ولا اللي ممكن يتصل بقى بالتليفون. معلش اصل دلوقتي خلينا نتكلم كلام منطقي، ده شغل مثلا انا مثلا شغال كيبل تري وانت شغال معماري، ولادك بتحرك حاجه في الكيبل تري، طب بتحركها ليه؟ بس كده. ايوه بتحركها يعني، لو واحد بعت لي حاجه بقول له دناي، ما انت لازم تفهمني بقى، لازم تقول لي والله كذا كذا كذا. واحد بتاع تكييف لقيته مثلا ايه عايز يحرك ماسوره الميه، او طب انت مالك ماسوره الميه؟ لا اصل دي متعارضه معايا، متعارضه معايا، ليه ما تحلها انت؟ ليه ما تبعت لي تقول لي حلها؟ ما تحركش حاجه بمزاجك، تمام؟ بس كده. نبدا ننظم الحاجات بتاعتنا. ما لقيتش انت حركت حاجاتي وشلت حاجاتي، طيب لو انا دلوقتي الحاجات بتاعتي الورك سيت مبقاش تبع حد، يعني لاي سبب من الاسباب رحت انا جاي على الورك سيت بتاعتي وقلت له انا مش صاحبها، نان ات كده، اي حد ممكن يعدل فيها. طب ومين اللي غلطان بقى ساعتها؟ بس خلاص. ليه؟ لان انا مش ماسك الحاجات بتاعتي، مش ماسك، مش كده كده انا سايب اي حد ممكن يعدل فيها، تمام. طيب انا دلوقتي وانا شغال دلوقتي عايز اشوف ايه الحاجه دي تبعي ولا مش تبعي، عايز ابدا ابص على الشغل، عندي هنا اداه اللي هي دي ورك شيرنج ديسيبل اوف، ممكن اقول له ايه انا عايز اشوف التشيك اوت ستيتس، تمام. ايه اللي حصل دي بقى، عايزين نفهم الموضوع ده. خلينا نخش ورك شيرنج ديسيبل سيتنج، بيقول لي انا لو انت اخترت تشيك اوت ستيتس هيلونهولك لك بلونين، الحاجات اللي تبعي هتاخد لون اخضر، الحاجات اللي تبع الاخرين هتاخد لون احمر. ده مفيش حاجه تبعي. طب عشان نشوف الموضوع دوت، طيب انا هدوس كده بروبرتيز وعلي مثلا على شويه عناصر، ماشي. العناصر دي هقول له خليها عندي، هي تبع ورك ست وان، تمام. هقول له خليها في اللايتنج، ايه اللي يحصل بقى ساعتها؟ هيقول لي هي اصلا مش بتاعتك، لازم تستاذن من عمر. لو انا نقلتها من حاجه عندي لحاجه عندي مش هيعترض، لو نقلتها من حاجه عندي لحاجه بتاعت حد تاني مش هيعترض، لان انا كده كاني مثلا برعت له بفلوس. هقول له بريس ريكويست، يروح بقى لعمر اقول له ايه جراند، او قبل اليوم بتاعتي ارجع هنا، تمام. خلاص بقت بلون اخضر اهي، تمام. طيب لو جيت هنا تاني، دي اول واحده ان انا ممكن اشوف ايه الحاجات تبعي وايه الحاجات اللي تبع الاخرين. الونر لو انا عندي كذا يوزر هيظهروا كلهم بنفس الالوان دي، يعني مثلا عندي 20 يوزر كل يوزر فيهم اقول له ايه ونر، كل ونر هيبقى بالالوان دي، يعني الحاجات اللي هي بتاعت عمر بلون والحاجات اللي بتاعت احمد بلون. الاول كان يا اما انا يا اما الاخرين، ونر بقت كل واحد بلون، تمام. طيب الموديل ابديت بيشوف لي في اي حاجه اتعدلت ولا لا، اوكي. يعني انا شغال حسيت ان في حاجه اتعدلت بس مش واخد بالي، فبقول له ايه ديت، لو في اي حاجه عملها ابديت هتاخد لون ازرق، طب لو حاجه اتلغت تاخد لون احمر، تمام. تمام. اخر واحده ورك سيت، بيبدا يلون كل واحد حسب الورك سيت اللي هي عليها، يعني ده مثلا على ورك سيت كذا تاخد لون دوت، ده على ورك سيت دوت ياخد لون ده، عشان تشوف خريطه الالوان اهي، الشباك واخد اللون دوت، اللايتنج واخد اللون دوت اللي هو اللون الاصفر ده، الحيطان اللي احنا حاطينها على اللايتنج، الشيرت واخد اللون دوت، ممكن اجي هنا واغير اللون بتاعها اديها مثلا لون احمر، اوكي، تمام. فخلاص خد خلاص كده، ده اللي تطلع، تمام. هقول له ايه افهم، تمام. طيب لما اجي اعمل سنكولايزيشن باجي هنا بلاقي يبقى عندي زرارين، اول واحد سنكولايزيشن بيجيب لي الاختيارات، بيقول لي انت استلفت فيو استلفت فاميلي استلفت كذا، عايز تسيبهم ولا مش عايز تسيبهم؟ انا بشيل علامة صح واقول له ايه اوكي، كده عمل سنكولايزيشن، اخر حاجات انا عملتها بعتها، واخر حاجات الناس التانية عملتها جابها لي وسايف على اللوكال. تمام. طيب لو جيت هنا الزرار اللي بعديه سنكولايزيشن ناو، بيعمل سنكولايزيشن على اخر اختيارات اللي كنت مختارها، تمام، يعني من غير ما يقعد يسالني بقى الاسئله ديت، ماشي. بلاقي عندي حاجه اسمها ريلود ليتست، ايه الريلود ليتست دي؟ بيقول لي بقول له ما تاخدش حاجه من عندي تبعتها لحد، لا خد الحاجات من الناس وهاتها عندي، يعني بدل ما بيعمل سيكولايزيشن بيعمل حاجه واحده بس، ان هو بياخد كل الشغل اللي الناس عملته ويجيبه ويجيبونه عندي على اللوكل،
ممكن وانا شغال عايز اشوف اخر تعديلات ومش عايز ابعت التعديلات بتاعتي، تمام؟ فبقول له ايه ريلود ليتست. ريلينكش دي لما بعملها بفقد كل حاجه انا ماسكها، يعني بفقد الورك سيت اللي انا ماسكها، بفقد العناصر، بفقد كل حاجه، كأن انا مش هشتغل في المشروع ده تاني. فدي ان انا هسيب المشروع وعايز اي حد تاني هيخش يشتغل عليه. يعني وانا شغال اقول له مثلا ايه خلي مصطفى يدخل يشتغل، فبعمل اللينكش ومصطفى يدخل يشتغل، تمام؟ فبقول له ايه ريلينكش اول ماين، جاست ان انت دوست خلاص ما بقاش في حاجه تبعك، خلاص اسمك اصلا مش موجود هنا خالص، تمام؟ والعناصر اصلا ما بقاش تبعك، لو جيت عدل اي عنصر حتى من اللي معاك خلاص ضاع ضاع خلاص. ده ريلينكش. انت هسيب المشروع، هسيب الشركه، اي سبب من الاسباب، خلاص بقول له ريلينكش. شو هيستوري؟ بيقول لي اختار الملف. اخترت مثلا الملف ده، قلت له اوبن. هيعمل ايه؟ هيقول لي بص كل واحد فتح، اخر واحد فتح اسمه محمود، اللي قبل كان اسمه محمود، بعد كده عمر، كامبس، الاسامي الغريبه ديت، ده دول شكلهم كده يعني سامي التريش. في حاجه اسمها ريستور باك اب. ايه ريستور باك اب دوت؟ عايز اعمل باك اب، اخد عند الملف حصل فيه مشكله فعايز اعمل له استرجاع، هو اوتوماتيك هو كده كده بيعمل باك اب، تمام؟ فبقول له ريستور باك اب، بدور على الملف واختاره، لما تيجي تفتحه بتلاقيه فاضي خالص، فاضي، تمام؟ ليه؟ يعني انت معتقد ان هتلاقي ملف فتختار الملف، لا، انت اول ما تفتحه اللي هو دوت اهوت اي واحد فيهم، وبقول له اوكي، بيجيب لي اختيارات، بيقول لي ده الملفات دي اخر ملف، ممكن اقول له انا عايز الملف دوت، اقول له سيف از، خلاص كده انا سيفته باسم تاني، سيف مثلا على الديسكتوب باسم ايه زد زد، اقول له سيف، خلاص كده سيف لي نسخه احتياطي، بيقول لي عايز تفتح الملف اللي انت عملته اكسبورت، لا مش عايز افتحه، تمام. ده ريستور باك اب، ده مفيد جدا لو انت مثلا حصل عندك مشكله والملف وقع، تمام؟ فبقول له ايديت ريكويست، دي لو في حد بعت لي ريكويست. طيب خلينا نقفل المشروع. بيقول لي انت عايز سيف في اللوكال ولا مش عايز سيف في اللوكال؟ ماشي زي ما انت عايز. لا ماشي عادي. هنا بيقول لك انت عايز تعمل ريلينكش لكل العناصر، ده السؤال ده لازم يساله لك طبعا. طول ما انت بتختار بتقول له كيب اونر شيب، يعني خلي العناصر بتاعتي تبقى بتفضل معايا. تعالى نفتح المشروع ده تاني، مشروع اهو صح، بقول له اوبن. جاب لي رساله. ايه الرساله دي؟ بيقول لي الملف انت عايز تفتحه هيعمل نيو لوكال بالاسم الفلاني سي كذا 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 في نفس المكان. طيب تحب نعمل اوفر رايت عليه؟ يعني نحب الملف اللي انا هفتحه جديد اكتب على الملف القديم او لا؟ لا زي ما انت عايز. يعني عندي اختيارين، لا اما اعمل اوفر رايت، لا اما اعمل اوفر رايت فهياخد النسخه الجديده ويكتبها على النسخه القديمه، النسخه القديمه اتلغت. لا اما بقى الاختيار التاني بند تايب ستامب، يعني ايه؟ يعني الملف القديم كان اسمه مثلا ايه، كان اسمه مثلا ار اي سي بيزك سيمبل بروجكت، ده هيبقى اسم الملف الجديد. طب والقديم هنسميه ايه؟ هنسميه نفس الاسم ونزود عليه تاريخ، بحيث ايه يبقى كنسخه احتياطي اقدر ارجع لها في اي وقت. انا عندي في الشركه بمساحه 70 جيجا الملف اللي انا عامله باك اب بالحاجات بتاعتي، تمام؟ طيب يعني انا لما اجي هفتح يبقى عندي اختيار، انت ممكن تقول له اوفر رايت، ساعتها مش هيجيب لك، مش هتزيد المساحه بس مش هيبقى عندك ملف باك اب لو حصل حاجه. ابند تايم ستامب بيعمل ايه؟ الملف اللي انا هفتحه جديد اللوكال الجديد ده اللي انا شغال عليه، ما فيش اي كلمه زياده. الملف القديم هيكتب عليه تاريخ، هكتب عليه تاريخ، اقول له ابند تايم ستامب تو اكستنشن فايل نيم، ماشي. اول ما يفتح بقى هنروح للملف اللي احنا فاتحينه دلوقتي ونشوف هيحصل ايه، تمام؟ اهو بص حصل له ايه، خد تاريخه كام، 17000، تمام. تفتح واحد تاني ياخد بقى التاريخ التاني، ده مش رقم اتنين، ده ممكن يكون الساعة 21/9/06/85 اللي احنا كنا فاتحينه، راح اخر تاريخ كان مفتوح عليه، ماشي. طيب بس هي دي فكره السيكولايزيشن، هي مهمه جدا لان انت لو ما عملتهاش وقلت نقعد نعمل بقى كل واحد شغال لوحده والحاجات دي كلها كانك كده شغال كاد، ففقدت الميزه بتاعت الريفت.